والآن نستمع إلى طائر بين الكلمات والشاعر الطيار الشاعر الأستاذ هشام بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للحضور الكريم، وأحب أقول للسادة المكرمين التكريم في حد ذاته لكم، يعني أنتوا تستاهلوا أكثر من كده وأعلى. التكريم نفسه ازداد شرفا بيكم. للأسف أنا مش محضر حاجة، بس الظروف أو يعني التوقيت اللي عيد الأم موجود، يعني اليوم العالمي الأم أمي وأمنا، أنا بحبها ومنها أنا، بين إيديها السعادة والهنا، دمها بيجري يروي بالشجان، حضنها معنى الأمان، عرفتني طعم الحنان، برضاها مفتاح الجنان، ست الكل، تاج على الراس، ست الستات، أمومة، مشاعر، إحساس، ست طيبة وقلب من ناس ويساع كل الناس، أم الأولى يجي بعدها كل الناس، مالها حدود في العطاء، إنكار ذات حتى الفناء، نفس صافية في نقاء، وجودها رحمة ورضا ودعاء، حضنها الراحة والدفء، بسمتها هنا وشفا، علمتني السماحة والوفا، ويا بخت من أفضل وعفن، زرعت فيا التفاؤل والأمل، فضل الأدب والحياء والخجل، وإني بكرة أكبر وأشتغل، علمتني حتى ركوب العجل، وإني أكون دغري لا لف ولا دوران، الصراحة راحة والكد خاين وجبان، أقول الصراحة أكون دغري لا لف ولا دوران، والصراحة راحة والكذاب خاين وجبان، أقول الحق لو قطعوني للحدا والغربان، وأكون أسد ما خاف إلا الرحمن، يا رب اعفو عنها وارحمها واغفر لها بدنياها وأخراها، واحسن مسواها وطيب صلاها، والجنة تكون سكناها، هي وزوجتي وكل الأمهات اللي سحوا معاها. اللهم استجب لدعائي، اللهم استجب لدعائي كما استجبت. ليه
ننسى نفسينا مهما تعبنا روحنا ولا جينا ذبنا او عشقنا حبينا او اتحبينا ضمن الرضا وبقينا البعض ضيع مين. السؤال الحب ده عين ولا حلم؟ لو علم دام الهم، ولو حلم صحوني بعد سنه.